بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركته نستعين. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير من هنا من هذا الميدان عاصمة ميادين سباقات الهجن العربية الأصيلة، ميدان الوثبة، وعلى قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لهذا الحدث وانطلاقات الفترة المسائية مع سن الثنايا لأصحاب السمو الشيوخ التي تنطلق من مسافة 8 كيلومترات. إذا نسير وننطلق مع الشوط الرابع الذي خصص للجعدان المهجنات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع المشتركين في هذا الشوط. نسير وننطلق مباشرة إلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط والمتقدمون في هذا المسار وفي هذا التحدي. هناك مع المركز الأول شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مع المضمر سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عملية التضمير والتدريب، النقلة إلى ثاني المراكز. ينطلق هناك للساعة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم مع المضمر طارش بن مبارك بالقوبع الحميري من يقدم لنا هذا الاسم. نقلة إلى ثالث المراكز ومع شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مع المضمر عبد الله بن سالم المسافري من يقود في عملية التضمير والتدريب، النقلة إلى المركز الرابع. فوصل وتحرك هناك شاهين لحقن الرئاسة مع المضمر راشد بن محمد بالسمة المنصوري الذي يتقدم على رابع المراكز في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس في القدوم من لافي لحقن الرئاسة مع المضمر عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي على خامس المراكز. والمركز السادس هناك سلهود لحقن الرئاسة مع المضمر علي بن يميل الوهيبي القادم والمنطلق على المركز السادس في هذه اللحظات، بينما المركز السابع براق لحقن الرئاسة مع المضمر أحمد بن مايد الخيلي المتقدم الفيلسوف بانطلاقاته وتحدياته على المركز الثامن في هذا المسار، بينما المركز التاسع يتقدم ويتحرك. هناك سوقان لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي الذي يقود في عملية التضمير والتدريب والنقلة إلى عاشر المراكز. فهناك موادع لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس الينيبي هو من يقدم لنا هذا الاسم ويقدم لنا أشقر. العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الصدارة وإلى مقدمة هذا الشوط، المسيطرون والمتقدمون على عرش الصدارة على عرش المركز الأول. هناك شاهين الذي ما زال متصدرا وما زال متقدما وما زال بالمركز الأول. هناك لسمو الشيخ هناك مع شاهين المسيطر حتى هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ومع المضمر سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي من يتقدم ويسيطر على المركز الأول في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني هناك الوجود على ثاني المراكز والمتقدم على بساط المركز الثاني في هذه اللحظات الجميلة. هناك مع للساع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع المضمر طارش بن مبارك بالقوبع الحميري هو بالمركز الثاني في هذه اللحظات. مضمر الشرق الأوسط يأتي بانطلاقاته، يأتي بتحدياته، بينما وصل الشعار الأحمر الأخطر الذي تحرك على المركز الثالث في هذه اللحظات. وشاهين حقن الرئاسة مع المضمر راشد بن محمد بالسمة المنصوري يتقدم ويقدم لنا شاهين بهذا الشعار الأحمر المتقدم في هذا المسار، بينما رابع المراكز وهو سلهود لحقن الرئاسة مع المضمر علي بن يميل الوهيبي المتحرك في هذا التحدي. وصل الشعار الواصل في هذه اللحظات براق
المتحرك في هذه اللحظات لحقن الرئاسة مع المضمر أحمد بن مايد الخيلي المتحرك والمسيطر في هذه اللحظات، بينما النقلة هناك إلى المركز الواصل في هذه اللحظات والمركز الخامس في هذا التحدي الجميل. سادس المراكز هناك مع لافي، ولف لافي لحقن الرئاسة مع المضمر عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي الواصل في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق على سادس المراكز. المركز السابع سوقان لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك بن سالم الوهيبي هو بالمركز السابع في هذه اللحظات، وثامن المراكز موادع المتحرك في هذه اللحظات لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس الينيبي الواصل في هذه اللحظات على المركز الثامن. وتاسعا فالتقدم هناك من شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وعبد الله بن سالم المسافري الواصل في هذه المعمعة الجميلة والانطلاقات المثيرة. ولكن العودة إلى المركز الأول والعودة إلى الصدارة اللي مروح وماخذ كادر الحالة، تقدم هناك شاهين، انطلق شاهين، سيطر شاهين على المركز الأول وعلى الصدارة. هناك شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مع المضمر سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي بالمركز الأول وبالصدارة، روح بالمركز الأول، انطلق انطلاقة مثيرة جيدة هناك بالمركز الأول وهو أول الواصلين إلى جسر العبور الذي وصل له بمحاذاة 3 كيلو مترات. ولكن المركز الثاني التقدم يأتي على ثاني المراكز في هذه اللحظات، واربع قعدان في موقع واحد، ولكن سلهود هو على ثاني المراكز لحقن الرئاسة مع المضمر علي بن يميل الوهيبي. ولكن بدت الحركة وبدأ الانطلاق هناك من الساع الواصل للساع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم مع المضمر طارش بن مبارك بالكوبة الواصل على المركز الثاني حتى هذه اللحظات، بينما المركز الثالث شاهين لهجن الرئاسة مع المضمر راشد بن محمد بسم المنصوري يتقدم في هذا المسار ويقدم لنا شاهين، والتحركات أيضا تأتي وينطلقون المنطلقين في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق المثير. هناك وصل وتحرك أيضا، تحرك لافي لهجن الرئاسة مع المضمر عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي الواصل في هذا التحدي. ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى شاهين، شاهين على الصدارة، شاهين على المقدمة، على المركز الأول مسيطرا متقدما وعلى بساط المركز الأول، هو بالصدارة وهو بالمقدمة. بدينا بالمنعطف الأخير، بدينا بمنعطف الحقيقة التي تبين فيها الحقيقة، وينطلق شاهين، ينطلق شاهين على المركز الأول وعلى الصدارة حتى هذه اللحظات. الله الله يا شاهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي. من يضمر شاهين، من يتقدم برفقة هذا الشعار هنا بالمركز الأول وبالصدارة. ولكن أرى الوصول وأرى التحرك من لساع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع الذي وصل مع هذا الشعار وتقدم مع هذا الانطلاق الجميل. وتحرك سلهود ايضا على ثالث المراكز لحقن الرئاسة مع المضمر علي بن يميل الوهيبي. وارى التحرك من شاهين، ارى التحرك من شاهين لحقن الرئاسة مع المضمر راشد بن محمد بالسمة المنصوري. الله 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 يا ذا التحدي جميل والانطلاق المثير مع المنعطف الخطير،
مع منعطف الحقيقة. هناك ينطلق شاهين، نعود مع شاهين وننطلق كما انطلق شاهين بالمركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي ينطلق مع هذا الشعار. ولكن بدت الحركة أيضا على ثاني المراكز من سلهود لهجن الرياسة مع المضمر علي بن يميل الوهيبي. والمركز الثالث هناك شاهين لهجن الرياسة ومع المضمر راشد بن محمد بسم المنصوري يتقدم في هذا التحدي، يتقدم في هذا الأداء. ولكن اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة، الله يا شاهين يا شاهين ما زال متمسكا بالصدارة، ما زال منطلقا بالمركز الأول. الله يا شاهين، وصل الواصلون وتحرك المتحركون. تواصل سلهود وانطلق بالمركز الثاني، انطلق بهذا التحدي لحقن الرئاسة مع المضمر الظافر علي بن يميل الوهيبي بالمركز الثاني، بينما المركز الثالث يتقدم في هذه اللحظات وشاهين لحقن الرئاسة مع المضمر المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. ولكن سلهود غير، سلهود انطلق، سلهود انفرد، سلهود الله يا سلهود بالمركز الأول وبالصدارة حتى هذه اللحظة لهجن الرئاسة مع المضمر علي بن يميل الوحيبي، بينما الصراع على ثاني المراكز مع شاهين لهجن الرئاسة ومع المضمر المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. الله 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 يا سلهود، انطلق سلهود، انطلق انطلق نحو خط النهاية ونحو بر الأمان، ينفرد بهذا الشوط، ينطلق بهذا الشعار لحقن الرئاسة ومع المضمر علي بن يميل الوهيبي. تهانينا تهانينا والناموس لحقن الرئاسة، والتهني أيضا إلى ظافر المضمرين علي بن يميل الوهيبي. بينما المركز الثاني وصل شاهين لحقن الرئاسة مع المضمر راشد بن محمد بسم المنصوري. وصل ثالثا هناك شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، بينما المركز الرابع وصل هناك لافي لهجن الرئاسة، بينما المركز الخامس وصل على خامس المراكز هو موادع لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ومع المضمر محفوظ بن خميس ألي نيبي من وصل على خامس المراكز. إذا مشاهدينا إذا نعود مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء مع هذا الشوط ومع انطلاقات وتحديات هذا الشوط، وهو هناك سلهود بن حسم ناموسي هذا الشوط لهجن الرئاسة ومع المضمر علي بن يميل الوهيبي الذي انفرد وانطلق كالسهم في اللحظات الأخيرة ليحقق هذا الناموس ويهديه إلى هجن الرئاسة. والتهنية أيضا إلى المضمر الظافر علي بن يميل الوهيبي من يقف مع هذا الشعار ويضمر سلهود هنا في هذا الانطلاق المثير. ها هو ملخص الشوط الذي انتهى قبل قليل، وها هو سلهود لحظة الوصول ولحظات الانتصار ولحظات الفوز والتوقيت الزمني. هناك التوقيت الزمني 13 دقيقة 8 ثواني، وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس لحقن الرئاسة، والتهنية إلى المضمر علي بن يميل الوهيبي. بينما المركز الثاني وصل فيه شاهين على ثاني المراكز لحقن الرئاسة ومع المضمر المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. 13 دقيقة 13 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لحقن الرئاسة، والتهنية إلى المضمر المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. وصل ثالثا هناك شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والتهنية لسعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي. 13 دقيقة 17 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.